أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب أن كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال استقبال جلالته كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة. هي كلمة شاملة وجامعة عبرت عن الموقف البحريني الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وحجم العلاقات الأخوية الوطيدة الثنائية المشتركة، تأكيدا وتقديرا لدور ومكانة وأهمية المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة، مشيدة معاليها بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من تطور مستمر وتفاهم وتكامل بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين، والعلاقة الاستراتيجية الممتدة عبر التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربة معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز بالموقف السعودي المشرف والدائم مع مملكة البحرين، ومؤكدة الموقف البحرين الثابت مع المملكة العربية السعودية في كل الأوقات، ومشيدة معاليها بالدور السعودي الرفيع في دعم التضامن الخليجي وقضايا الأمة العربية والإسلامية ومناصرة القضايا الإنسانية.